السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شتو شي يكون خاوي، ديروا الكيت وطفوا الضو. مشينا. اليوم كيف العادة جيتكم بقصص المتابعين، وكيف ما كتعرفوا في هذه الفقرة هذه كنجمع كاع القصص اللي كيصيفطوا لي الناس وكيكونوا قصار شوية وكنديرهم في فيديو واحد. الحلقة عاوتاني كيف العادة غتكون عامرة بالرعب وبالمواقف اللي كيهزوا النفس وكيبورشوا اللحم. المهم كنتمنى لكم الماكسيموم ديال الرعب وخليونا نبداو قصتنا الاولى. معك حسن، 25 عام، المدينة كان في الطلة بلا ما نذكرها. قصتي غتبدأ منين دخلت نقرا في واحد السونتر. بحكم انني كنت ساكن بعيد شوية على المؤسسة كنت كنتكرفص، خصوصا فاش كيكون الجو ماشي هو هذاك. كانت واحد دار عمتي قريبة لذاك السونتر. عمتي كانت كتعيش في اوروبا، يعني الدار من ديما وهي خاوية. قررت انني نمشي ونستقر تماك من بعد ما طلبتها على الدار، باش هكا نستغل الوقت ونركز في قرايتي اكثر. وهنا غتبدا قصتي. في الليلة الأولى فاش يلا دخلت لديك الدار، كنت فكر بلي كنت في الكوزينة كنوجد العشاء. واحد شوية حسيت بحال شي حاجة دازت ورايا بالزربة، عذرت باش نشوف ما كنلقى والو. قلت مع راسي يمكن غير الوسواس وصافي. كملت العشاء، جبت البيسي وبديت كنراجع الدروس ديالي. وملي ساليت فيا واحد العادة كنجبد القرآن في الليل وكنبدا نقرا. داك النهار كنعقل قريت سورة البقرة. وانا كنقرا جاني واحد الاحساس في الشكل بحال شي حاجه كتحاول تمنعني انني نكمل، حيت كنت كنقرا بالجهد. واحد شويه حسيت بلحمي تشوك والشعر ديال راسي وقف. واحد الاحساس ما تصوروش، لدرجه انني كلي بديت كنترعد وحسيت بالخوف. ولكن كملت القرايه ونعست. المهم الغد ليه نفس الروتين ونفس الشيء وقع لي. فاش كندخل ديك الدار كنحس بزايد معايا وشي حاجه كتحرك مورايا. ملي كندور ما كنلقى والو. صافي بقيت هكاك لمده سيمانه. نهار الثامن غتوقع لي اول حاجه ملحوظه واللي غتخلعني وغتخليني ما عمرني ننسى ديك الليله. كيف العاده جيت باش نعس جبت البيسي راجعت شويه وقريت من موراها القران. ملي ساليت وبغيت باش نمشي نعس ما عقلتش واش كنت ناعس ولا فايق. المهم ديك الحاله اللي كنكونوا ما بين النعاس والفياق، وقفات عليا واحد المراه في الليل كتضحك وكتقول لي حنا ما غنخرجوش من هنا. كتقولها وكتضحك. شفتها قدامي في البيت، جيت ناموسية اللي كنت ناعس فيها. ضربتني الفيقة مع الاذان ديال الفجر. نط وضيت مشيت للجامعة وصليت رجعت. وداك النهار كان السبت. في العشية مشيت للدار باش نريح معاهم. كنبقى معاهم الويكاند باش تنين عاوتاني رجع لقرايتي. ملي عاودت لهم شنو وقع ليا الوالدة حلفات عليا ما نعاودش نمشي لديك الدار. وقالت لي بلي خويا مشى نعس تماك داك النهار وشاف شي حاجه في الليل وهرب من تماك. ما كذبش عليك، الهضره ديال الوالده خلعاتني. وصراحه تيقنت ان ديك الدار فيها شي حاجه. الغد لي عيطت على واحد صاحبي وقلت له يمشي معايا باش نجيبو حوايجي، حيت صراحه من بعد الهضره ديال الوالده ما قدرتش نرجع لتماك. مشى معايا داك الدري، جبنا الحوايج ورجعنا في حالنا. ملي وصلنا لقيت راسي ناسي شحال من حاجه، وطلبت منه هو باش يرجع يجيبهم بوحدو بحكم انه قال لي بلي ما كيخافش من الجن. مشى وفاش رجع قال لي خويا حسن ديك الدار ماشي هي هذيك. راه منين دخلت كنحس بشي حد ورايا تابعني، عييت ما نقرا في ايه الكرسي. المهم صافي خرجت من تماك بسلام الحمد لله، ما وقع لي والو. وكنت كنظن بلي هنا غيسالي كلشي. الساعه كنت غالط. كاين واحد المثل كيقول الا وقع لك شي التماس مع الجن ما خصكش تعاود داكشي لشي حد. وانا درت العكس ملي مشيت للسونتر وعاودت للدراري صحابي كاملين كاع ولاد القسم قلت لهم داكشي اللي وقع لي. بقينا كنضحكوا. صافي سالات الحصه خرجت ومشيت في حالي للدار. وفي الليل ملي مشيت باش نعس كان حدايا واحد الشرجم. عاوتاني جاني نفس الاحساس فاش وقفات عليا ديك المراه داك النهار، او الاحرى بغيت نقول ديك الجنيه. عاوتاني في ديك الحاله ما بين النعاس والفياق كنقسم لك بالله الا كنشوف شي حد دخل عليا من الشرجم ويديه تمدات حتى لعنقي وبدا كيقجني. بقيت كنقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كنعقل قلتها ثلاثه ديال المرات. بقى داكشي اللي شدني كيغوت ومن تماك هرب.
من بعد غنكتشف بلي هذيك نفس الجنية اللي شفتها في ديك الدار، حيت وليت كنحلم بيها تقريبا بشكل يومي، ولدرجة شي مرات كنفتح عيني وكنلقاها حدايا في الفراش. كنتخلع كندير المانطا فوق راسي وكنبقى نقرا وكنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشي مره ماشي جوج كنشوفها، بقى هادشي ملازمني حتى عاودت هاد الهضره لواحد الراقي. ندوزو للقصه ولا الموقف الثاني. السلام عليكم اخويا، انا واحد من المتابعين ديالك، وفي حالي فحال الناس قررت انا نعاود قصتي ولا الموقف اللي طرا معايا. بالمناسبه انا استاذ ديال الابتدائي، سميتي مونير، وتم التعيين ديالي انا وشي اساتذه اخرين في واحد الجبل في النواحي ديال قرسيف. وهذا الشيء اللي غنعاود لك اخويا طرا معانا بالصح، وكاملين شهدنا عليه. لقينا واحد الدويره تماك وكرينا فيها، قادينا امورنا، كل واحد حط حوايجو في بلاصتو، تفاهمنا مع مول الدار مشينا كنضربو دويره في الدوار باش نتعرفو اكثر على الناس ديالو والبلاصه اللي جينا ليها. المهم دازت ديك العشر ايام الاولى عاديه بحكم اننا كنا مهانسين وما كنا كنحسو بتا شي حاجه غريبه من غير النباح ديال الكلاب اللي كانوا كينبحوا الا شافوا شي حد براني. ولكن من بعد ولفونا ومبقاوش كينبحوا، سمعنا شي اشاعات كيقولوا بلي داك الدوار فيه الجن، ولكن ما درناش في بالنا وقلبناها ضحك. كان مقابل معنا واحد الواد وكيقولوا بلي الجن ساكن تما. من بعد عاوتاني بدينا كنلاحظوا بلي الكلاب بداو كينبحوا بحال كيشوفوا شي حد جديد، ولكن ملي كنخرجوا ما كنلقاو والو. هكذا بدا معانا داكشي. واحد النهار هادشي طرا في الليل تقريبا شي 12 ديال الليل، واحد الاستاذ معانا كان كيكمي وبغى يخرج على برا باش يتكيف شويه، حتى بان لينا داخل كيجري لعندنا وكان مخلوع وكيترعد. بدينا كنسولوه مالك، قال لينا بلي شاف شي واحد عند السور ديال المدرسه وكان كيخلع ماشي بنادم عادي. قال لينا محال كاع واش يكون هذاك بنادم، حنا في الاول يحسب لينا غير شي شفار. وخرجنا كندورو وكنقلبو ولكن ما لقينا حتى شي واحد. من بعد هادشي غادي يبداو كيزيد حيت ولينا كنسمعو الزديح فوق منا بحال شي واحد كيجري وكيدير الصوت. داك الصوت كان غادي وكيجهاد وحنا ما فاهمين والو، بالاضافه لاننا كنسمعو الدقان والشراجم كيبداو يتقرقبو وكنشوفو حتى شي خيالات دايرين بينا. المهم عرفنا وتاكدنا كاملين باللي ديك البلاصه مسكونه ودوك الاشاعات صدقوا بالصح. صافي ما بقيناش مسوقين بحال اللي تقولوا ولفنا على داكشي. وبحكم ان المدرسه كانوا باقين خاصينها شي اصلاحات جاو ليها شي خدامه، كان البرد بزاف في ديك الوقيته، داكشي علاش قررنا باش ندخلوهم لعندنا. عرضنا عليهم باش يباتوا معانا. حنا الدار اللي كنا كاريين فيها واحد الشرجم في السقف حيت كانت من النوع اللي قديم، وداك الشرجم ديما محلول ملي كيكون الضو ديال القمره كيوصل حتى لعندنا. الغد لي جاو عندنا دوك الخدامه وقالوا لنا الدراري واش الدار هادي عندكم مسكونه؟ سولناهم علاش، قالوا لنا بلي شافوا شي واحد طويل بزاف وكحل كيطلع عليهم من داك الشرجم. نيت بقاو مساكن واخا هكا كيباتوا معانا وكيخليو الضو شاعل. ضربوا عندنا 5 ايام ومشاو في حالو. المهم مشاو هما وجاو خدامه وحده اخرين عاوتاني دخلناه، حيت كيف ما قلت لكم ديك المدرسه كان مازال خصها الاصلاح. وحتى هما نفس الحاجه قالوا لنا بلي كيشوفوا راجل طويل عندنا في الدار. احنا كنا مولفين داك التقرقيب وداك الصداع ودوك الاصوات، ولكن ما عمرنا ما شفنا شي حاجه. حتى لواحد الليله واحد من دوك الاساتذه اللي كانوا معايا ناض للطواليت وتما قال لك بلي شافو، شاف داك الراجل اللي كيهضروا عليه دوك الخدامه، وبدا كيغوت ربي اللي خلقه. صافي من مورا هادشي اللي طرا اتفقنا كاملين وتفاهمنا مع مول الدار وقررنا اننا نبدلو ديك العتبه، وداكشي اللي كان. وكانت هادي هي قصتي اخويا ولا الموقف اللي طرا معانا. ندوزو القصه وحده اخرى اولا موقف واحد اخر. سلام، انا بغيت نشارك معاك القصه اللي طرات ليا انا وولاد خوالي. المهم انا بنت كازا، كنا موالفين ديما في العطله كنمشيو للعروبيه اللي جات بالضبط في صخور رحامنا، بالضبط حدا واحد الجبل اللي الناس ديال ديك المنطقه غاديين يعرفوه. هادشي طرا غير العام اللي فات، كنت يلاه ساليت الامتحانات وبغيت نمشيو كيف العاده للعروبيه باش ندوزو الصيف. جداتي كانت عيانه شويه داكشي علاش مشينا للعروبيه باش نيت ندوزو العيد الكبير تماك. المهم وصلنا بخير كلشي كان مزيان، تلاقيت بولاد وبنات خالي.
كنت فرحانة حيت ما كانش عندي مع من توالس، انا كنلعبو مقصرين بيناتنا. وصل نهار ديال العيد ودوزناه بخير. من مورا بشي اسابيع قليله كان ولد خالي بغي يدير العرس ديالو، واقترحت عليه العائله باش يديرو في العروبيه بلا ما بقاو غاديين جايين للمدينه. المهم حنا عائله اللي كبيره بزاف، وديما كنا كنجمعو في الدار ديال جد ماما. المهم حنا الدراري فاش كنجمعو مع بعضياتنا كنساو راسنا، وقلنا علاش ما مشيوش لجهه الزيتون او للشجر ديال الزيتون. لبست سبرديلتي ومشيت معاهم حيت عارفه تماك كيكونوا العقارب. دخلنا تماك وبعدنا على الدار حتى كيبان ليا شويه واحد الضو جاي لجهتنا وكيجري. تخلعت حيت ما فهمت والو، وجاني هادشي غريب. ضربتها بجريه بلا ما نفكر حتى وصلت للدار. ما عرفتش كيفاش درت ليها، تخلعت بزاف. داكشي اول مره غنشوف. ملي صونيت لهم بداو كيضحكوا، قالوا لي داك غير السارح ديال با سيدي، علاش تخلعتي؟ المهم رجعت لعندهم، بقينا قصارين كارطة حتى وصلت تقريبا ديك 3 ديال الليل. تصور معايا كنسمعوا صوت ديال شي طوموبيل حدانا، ولكن ما كاينه لا طوموبيل لا والو. بنت خالي في ديك الساعه بدات كتقول لي بغيت نعاود لك شي حاجه. قالت لي داكشي اللي شفتيه جاي كيجري راه ماشي السارح، هاد السارح اصلا واخد كونجي ومشى لعند العائله ديالو. قلت لها ولكن علاش قلتوا لي بلي هذاك غير السارح؟ قالت لي المهم انا بغيت نقول لك شي حاجه وتبقى بيناتنا. ديك البلاصه اللي كنا حنا فيها كانوا غير عائلتنا، يعني كانوا ضيور اخرين من غير هذيك اللي كنا ساكنين فيها. واحد الدار بالضبط قالت لي شوفي هذيك راه الارض ديالها فيها شي حاجه ماشي هي هذيك. قالت لي المهم انا غير سمعت هادشي وبغيت نعاودو ليك، وفيما تشوفي داك الضو جاي لجهتك هربي حيت هذاك راه ماشي السارح. المهم دوزنا داك العرس اللي درناه في دار العروسه. من بعد قررنا نديرو عرس واحد اخر للعريس اللي هو ولد خالي. وبما اننا كنا كتار بزاف ومازالين غيجيو ناس اخرين، مشينا لديك الدار. ديك الدار بالضبط اللي دوات لي عليها بنت خالي، حيت الدار الاخرى ما غاديش تكفانا. المهم حنا خلينا العرس خدام وهبطنا باش نتصوروا لتحت. كنا لابسين ومقادين، وبحكم ان الاضاءه كانت ضعيفه هبطوا معنا حتى ولاد خالي. بقينا جالسين كنتصوروا وكنضحكوا بيناتنا. شويه حتى بان لينا واحد الخيال. داك الخيال شفتو انا وبنت خالي هذيك اللي عاودات ليا شنو طاري. وانا ندور ومشيت لعند ولد خالي وقلت ليه راه كيبان ليا واحد الخيال. داك الخيال كان لونه ابيض، انا ما تيقتش داكشي اللي كنشوف قدامي، جاني غريب. وحتى ملي عاودات ليا بنت خالي على داكشي كاع ما تيقته. هو دقيق قلب الموضوع وقال لنا يلا نحيدو من هنايا، راه مرات خالي بغاتنا في شي حاجه. واخا كانوا بزاف الناس اللي كيعاونوا، يعني حنا ما عندنا حتى شي دور. واخا هكا قال لنا يلا نمشيو. المهم داز داك النهار ديال العرس. واحد المره خرجنا انا وبنات خالي بجوج وواحد ولد خالي كبير، حتى شويه كتبان لينا واحد الخنشه ديال الزرع كتحرك بوحدها بواحد الطريقه في شكل بحال شي واحد اللي كيحركها. ملي كنقول لهم انا نشوف شنو داك الشيء كيقولوا لي لا راه غير الريح. وكنقسم لك باللي عاودنا شفنا نفس الخيال اللي بان لينا ديك المره، كان من الجهه الاخرى ديال الواد بحال الا كان كيطلع علينا وكيعاود يتخبى. مشينا تحركنا من تماك وحنا دايرين راسنا ما مخلوعينش، وحنا راه كنا غنبكيو بقوة الخلعة. المهم كانت هادي هي قصتي اخويا. منين سولت من بعد الناس اللي كبارين تماك، كاين اللي قال لي بصح وكاين اللي قال لي بلي غير كنت خايل وبلي كنعمر راسي بداكشي. وكنشكرك بزاف حيت شاركتي قصتي. ندوزو لقصة وحدة اخرى. سميتي صلاح، انا ولد كازا ولكن حاليا كنعيش في ايطاليا. ديما كان عندي واحد الفضول على الماورائيات، واحد الفضول اللي ما يمكنش، وهذا الشيء غيعذبني نفسانيا من بعد. اقسم بالله من مورا ما مريت من حوادث مع العالم الاخر حتى كنرجع لطريق الله وكنت هذا الشيء. تلاقيت مع شي دراري صحابي اللي هما ابراهيم واسامه. ابراهيم كان في حالي كيشبه ليا بزاف، العكس ديال اسامه اللي كان كيخاف وغير الا طفيتي الضو ما يقدرش ينعس. قررنا واحد المره نسافروا لاسفي عند جدات اسامه. كانت ديك الوقيته ديال الصيف، ديك الوقيته ما كنتش كنصلي، وتماك فين غيبدا المسار ديال حياتي يتبدل. من واحد كان تايب لله لواحد ولا منحرف وعاطي غير البليه. ومن الفوق كنقلب على عالم الجن. صافي اول مره غنشوف ديك المدينه، وما حطيت رجلي في ديك الدار حسيت بالوجود ديالو. وبصراحة انا ماشي زهري ولا مشعوذ، ولكن وليت كنحس بالوجود ديالهم
من نهار اللي بديت كنلعب الويجا، بحال هما اللي كانوا كيخليوني نحس بيهم. راه حبات بينا جدات أسامة وحطات لنا الماكلة. ديك الدار كانت في شكل الزليج ديالها قديم وكتخلع، وعاد الضو ديالها كان باهت وقليل. كنشوف ابراهيم وشداتنا الضحكة، يمكن كنا كنفكروا في نفس الحاجة. قلت ليه واش نديروها هنا؟ قال لي واخا الا بغى أسامة. وبالفعل كنت جايب معايا اللوح ديال الويجا، كان جايبها ليا ولد خالي من طاليا، وكانت هذيك غلطة كبيرة اللي غنديروها. ملي قلناها لأسامة ما بغاش، ما عرفش علاش كان كيخاف من دار جداه. كان عاود لينا على شي مرات خالو ماتت هنايا لواحد السبب اللي مجهول، ما بغاش يقولولنا. صافي بقينا معاه كنطلبو فيه، حتى وصلت ديك الجوجونس عاد قال لينا واخا. بقينا تقريبا شي 15 دقيقة باش نتواصلو مع الجن، ولكن والو. شوية حتى مشى الضو ورجع، وسامة تخلع وانا اطلق القرآن. تعصب وبدا كيسب فينا. وقفت بلا شعور، دفعت واحد الدفعة خايبة حتى جا راسو على الحيط، ولكن ما كنتش لخاطري وانا متأكد من هادشي. واصلا انا دفعته غير بشوية، ما فهمتش كيفاش تلاح بحال هكاك. ومن مورا ما وقع هادشي غادي نغيب. حليت عيني لقيت ابراهيم كيفيقني وسامة مضروب في راسو. قلت لي عافاك غير سمح لي راني ما قصدتش. ملي عاود لي ابراهيم التفاصيل قال لي بحال لا ما كنتيش نتايا، وانا عجبني الحال حيت كانت هادي اول مره غنحس باللي بصح كنتواصل مع الجن. بقينا فايقين ديك الليله حتى الصباح. الغد لي جات عندي جدات اسامه وكانت معصبه، قالت لي شوف جمع حوايجك وسير في حالك من هنا. اسامه ما عجبوش الحال وبدا كيتغاوت معاها، حتى دارتها هو مناقص وجمع حوايجو وخرجنا كاملين من تماك. ملي كنا غاديين في حالنا قالت لي بعد من ديك الطريق ولا غتحماق ولا تقدر كاع تموت. هضرت معايا بواحد الصوت بحال ماشي صوتها، وعرفت بلي ماليا هما اللي كيهضروا. تمينا غاديين انا واسامه، قلت لي اسمح لي نسولك، كان معصب بزاف. قلت لي واش حتى جداك مقيوصه اولا عندها الجواد؟ دار عندي هو معصب وقال لي انسى عليا هادشي وما سوقكش فيها، انت السبب اللي دابزتيني معاها. كنت كنحترمها من صغري، عمرني ما هزيت عليها صوتي. طلبت منه السماحة وصافي قررنا باش نمشيو لعند ولد خالتي اللي ساكن تماك نيت. داك النهار كنت كنحس بحال شي واحد في راسي كيدوي معايا، بقيت مبرزط. صافي دخلنا للدار، كنت عيان بزاف. منين نعس مع الوحدة ما فقت حتى 12 ديال الليل. لقيت ابراهيم حدايا شاد التليفون وأسامة ناعس. قال لي ابراهيم صاحبي السيد جاي يريح معانا لقاك ناعس. قلت لي ماشي لخاطري راني كنت عيان بزاف. صافي رجعو هما نعسو وطلقو القرآن، وانا كنحس بحال ودنيا كيتسدو. بلا ما نحس مشيت دخلت للطواليط، سديت عليا وطفيت الضو وبديت كنعيط بشي سميات اللي ما نقدرش نذكرهم هنايا. تخيلوا معايا انا باغي نخرج ونهرب من الطواليط، ولكن ما قادرش بحال ماشي انا اللي كنت كنتحكم. قلبي بدا كيتزير عليا بزاف حتى سخفت. كنسمع بحال شي حد الداخل ديالي كيقول لي انت باغينا وحنا غنكونوا معاك. معقلت على راسي حتى حطوني فوق الفراش، وكانوا مخلوعين عليا بزاف. داك ولد خالت اسامه اللي مشينا عنده مش عيط للفقيه ديال الجامع، غير دخل عندي وشفته وانا نهز رجلي وضربته لصدره. كانت عندي واحد البنيه جسمانيه قويه، ولكن داكشي اللي كندير راه بزاف. بقيت كنضحك عليه حتى شدوني كاملين وربطوني بالزز. بديت كندوي بواحد الصوت ديال راجل كبير في العمر. هادشي اللي قالوا لي الدراري من بعد كان كيقول انا ملك من الجن الاحمر وهو اللي قلب علينا، وما نخرجوا منه حتى يحماق ولا يخدمنا. داك السيد بدا كيقرا عليا حتى فقدت الوعي. من فقت عاودوا لي داكشي اللي وقع، وبديت كنبكي حيت عرفت بلي خرجت على راسي. كان اسامه مشى هو والفقيه باش يحرقوا داك اللوح ديال الويجا اللي كان عندي. عبداو كيحرقوه كنحس بالعافيه شاعل ليا في ظهري. نط الكوزينه هزيت موس وبديت كنضرب في رجلي اليمنيه، والدم كيقطر وانا ما حاسش بيه. ابراهيم تخلع هو ولد خالت اسامه، داوني للسبيطار ومن بعد رجعوني لعند الفقيه. كانوا معاه جوج وحده اخرين جابهم معاه، كانوا متمكنين ومعروفين. يلاه بداو كيقراو وانا نتخنق. بديت كنتزدح مع الحيط، وداك الجن اللي في الداخل ديالي كينطق وكيجبد لهم اسماء العائلات ديالهم كاملين بحال كان كيهددهم بيهم. وخا هكاك كملوا وربطوني مزيان باش ما تحركش. بديت كنرد داكشي كحل ومخلط بالدم. تقريبا بقاو مريحين معايا شي 5 السوايع، والحمد لله بريت ورجعت لحالتي الطبيعية
ولكن كنت ضعفيت بزاف والوزن ديالي نقص لدرجة اني رجعت لعند الدار وشافوني تخلعوا وقلت لهم باللي كنت غير مريض وصافي. المهم انا بغيت غير نصح الدراري يبعدوا على هذا العالم، هادشي داس عليه عامين. بغيت نقول لكم باللي كاين اللي وصلوا هادشي حتى للحماق ولا الموت. المهم هادي هي قصتي وشكرا لك اخويا، ندوزو لقصه واحده اخرى. السلام عليكم. ما كيهمش نعرف على راسي، جيت غير نعاود لكم شي حوايج اللي كيطراو معايا وما عرفتش واش انا الوحيده ولكن شي ناس اخرين كيوقعوا لهم ملي كنت صغيره، وانا اي حاجه كنقولها كطرا. كيوقعوا لي شي حوايج اللي غراب بزاف. كنعقل واحد المره كانت عندي الحصه ديال الرياضه، لاحوا لي الكره وانا ما شفتهاش، ضربات لي مع ضفري حتى تقصم، وانا في ديك اللحظه تعصبت وتقصحت بزاف. جات لعندي البنت كتضحك وزادت تعصباتني، شفت ليها بضفرها الصغير وكنقسم لك بالله الا تقسم الراس. البنت خلعات وبدات كتبكي. واحد المره عاوتاني كنت واقفه مع واحد الدري كنعرفو داوين وكنهضرو كنهضرو وكنضحكو، هو كان كيعرفني مزيان وعارف هادشي اللي عندي، ديما كيكون حاضر فاش كنقول شي حاجه وكتوقع ولا فاش كيعصبني شي واحد وكتوقع عليه شي حاجه. بقينا داوي شويه وانا نقول ليه شتي اللعبه اللي ناوي تلعبها هاد الليله راه ما غاداش تخدم ليك. قال لي لا واه ما تزيديش فيه، ماشي اي حاجه كتقوليها كتصدق. المهم في الليل من مورا ما مشى بدا كيصيفط ليا في الميساجات كيسب فيا وكيقول لي بلي اللعبه كتوصل حتى ل 99% وكتحبس وما عمر هادشي ما وقع ليه سنين وهو كيلعبها. بغيت نقول لكم عاوتاني بلي فيما كيكون شي حد مريض وكنحط عليه يدي وكنقرا عليه شويه القران كيجيب الله الشفاء. بحال عندي الجواد ولا ما فهمتش هاد الحاله ديالي شنو هي، غير هو مؤخرا ولاو احلامي خايبين بزاف وليت كنعجز على الصلاه. فيما كنجي نصلي كنسى اين ركعه انا فيها وكنعجز بزاف، كنبقى نتاوب بزاف وديما عقلي كيكون في جهه اخرى ولا فيا واحد العيا واحد النعاس خايب. كنكون في القسم حتى كنلقى راسي غارقه في النعاس. هادشي اللي قلت لكم غير شويه من بزاف، ما عرفتش صراحه شنو عندي. المهم لا شفتي اخويا الميساج ديالي، كنتمنى تعاود القصة ديالي في قناتك. كنشكر الأخت اللي شاركت معنا هادشي وندوزو القصة واحدة أخرى. سميتي عادل وعندي حاليا 38 سنة. كنعقل ملي كانت عندي 7 سنين الوالدة والوالد الله يرحمه عيطوا ليا باش ندخل للدار. مع غندخل كنلقى واحد الفقيه جالس وشاعل المجمر قدامه، خدا يدي وكتب شي رموز وشي حروف بواحد اللون صفر بحال الزعفران. قال لي نشوف في يدي وسولني واش كنشوف شي واحد واقف حدا شي شجره. قلت ليه بلي ما كنشوف والو، ولكن غوت عليا وقال لي خاصك تشوف. زاد من داك البخور اللي كان داير وعاود سولني، وانا حيت خفت منه كذبت وقلت لي اه شفتو. قال لي اشنو تقول ليه واشنو تقول ليه. هنا بالضبط مسحات الذاكره ديالي وما عقلتش شنو وقع من مورا ديك اللحظه. بديت كنكبر وكنحاول نفهم ونجمع معلومات من والديا، ولكن ديما ما كانوش كيبغيو يعاودوا ليا. واحد المره قلت للوالده بلي كنت غير كنكذب على داك الفقيه وما قلتش له الصراحه. قالت لي لا بالعكس انت كنتي مغيب وما عقلش على داك الشيء اللي كتقول. من بعد دار لك الملحه تحت من لسانك باش تنسى كل شيء. سولتها علاش هاد الشيء كامل ولكن ما جاوبتنيش. من بعد عرفت بلي الوالده كتعاني من سحر قديم. جدي اللي هو بوات الوالده كان كيعالج الناس والجن انتقم منه من ولاده. من شحال هادي وهي كتعاني من هاد المشكل لدرجة انها ولات كتعالج عند السحارة، وكان ديما كتهز شي حجابات اللي يقدروا يكونوا شركية بلا ما ترد ليهم البال. هادشي كامل غير باش تعالج. من بعد عرفت وتعلمت بلي السحر ما يمكن له يتعالج الا بالقرآن. داكشي علاش بديت كنرقيا انا، ولكن ما كانت كتحس بوالو. واحد المرة قلبت الماريو ديالها لقيت شي حجابات معلقاهم على قبل الشفاء. خديت دوك الحجابات وحطيتهم في واحد البانيو فيه الماء مرقي وبديت كنحل بواحد بواحد. كنلقى فيهم شي جداول وشي طلاسم في شكال وكنمسحهم بواحد بواحد، وفي نفس الوقت كنقرا القران. ملي كنديو الوالده عند الطبيب ما كيشخصش المرض ديالها واخا كيديروا التحاليل والاشعه. انا كنت عارف بلي المرض ديالها روحي، كانت كتمرض وكتبدا تنين ولكن ما كتقولش لينا السبب، بحال شي حاجه في الداخل ديالها كتمنعها. وانا كنت كنتقطع عليها ملي كنشوفها في ديك الحاله. كنجلس حداها نحط يدي على راسها وكنبدا نقرا القران. هي كانت كتحيد يدي من فوق راسها وكتحطها على كرشها بحال كتوريني البلاصه اللي كتضرها. الوالد قال لي بلي تزوجها وهي على هاد الحال ملي كانت عندها 16 عام.
الوالد قال لي بلي واحد المرة كان حاط يدو عليها وكيقرأ القرآن، شوية حتى كيبان ليه يديها بحال يد شي راجل، يد كحلة وفيها ضفار طوال، وملي شاف وجهها لقاه ولا كيخلع وبحال ولاو عندها القرون. شحال من مرة حاول باش يرقيها ولكن ما جاب حتى شي نتيجة، ما خلى لي من داها ولكن والو. شحال من واحد نصحو باش يطلقها حيت ما عمرها غتعالج، ولكن كان مخلص ليها وما عمره ما فكر يخليها. الوالدة من مورا ما كان رقيعة كانت كتمرض بزاف، ولكن كتولي بخير في النهار اللي مورا. كنت كنحاول نرقي لها حتى الماء اللي كتشرب منه وكنسيق به الدار. واحد المرة الوالد ديالي قال بلي غيجيب لها واحد الراقي اللي كيعالج بالقرآن، وانا باش نتأكد من هادشي كنت طلقت صورة البقرة في الدار باش نعرف واش هذا بصح راقي ولا ساحر. دخلوا وبدا كيرقي في الوالدة كيقرا غير الصور القصار، انا والوالد واقفين حداه. شوية بدا كيهضر في نفسه ما عرف شنو كان كيقول. طلب منا باش نعطيه سميت الوالدة وسميت جدة. من بعد عرفت بلي هو ساحر، وبديت انا كنقرا القرآن بصوت اللي مسموع. من موراها بربع ساعة قال بلي ما قدرش يعالج الوالدة ومشى في حاله. الوالد بقى كيغوت عليا وخا شرحت ليه. من مورا ما هضر معاه الوالد تاني قال لي بلي ضروري خاصك تجيب لي دجاجة كحلة الا بغيتي نرجع لديك الدار. حاولت ما امكن ندوي مع الوالد ولكن كان باغي يعالج الوالدة بأي طريقة. شرى الوالد ديك الدجاجة وشحال هو مخليها عندنا في البالكون، ما كنتش عارف بلي شراها على قبل داك الساحر. من دخل داك السحار قلبي تشد عليا، طلقت صورة البقرة. داك الساحر دار الطقوس ديالو، هز ديك الدجاجة ولاحها في البحر، ولغد ليه الوالدة صبحات بخير. ولكن هادشي اللي كان كيبان ليا كنت كنشوف فيها كيفاش كانت واقفة في الكوزينة، ولات بحال شي آلة مبقى عندها لا أحاسيس ولا مشاعر. من موراها بربع أيام رجعت الوالدة تكفسات أكثر من اللي كانت، ولات كضرب راسها مع الحيط وكتغوت بحر جهدة. قالت لي ديني عند الشوافة الفلانية في الشارع الفلاني. ديت أنا والوالد، واخا عييت مندوي معاها وكنقول لها بلي هادشي حرام ولكن ما بغاتش تسمع ليا. طلقت القرآن في الطوموبيل وبدات شوية كتنفس. لو وصلنا عند ديك الشوافة ما لقيناهاش في دارها. واحد المرة عاوتاني من مورا صلاة العصر حتى بانت ليا عيات عاوتاني ومرضات. مع طلقت القرآن بدات كتغوت وكتقولي عافاك الا ما طفيه، هادشي بزاف. بدات كدور في البيت وكتغوت. صافي حبست القرآن وبديت غير كندعي معاها. كنت خايف لندير الفيديوهات ديال الرقية ونصدق كنتحاور مع الجن اللي في الوالدة. حاليا الوالدة رجعت مزيانة بنسبة 75%، ومن التجربة ديالي الشخصية أن سورة البقرة كتنفع بزاف وكتكون بمثابة حصن ضد الشيطان. ولكن حتى داك الشخص المصاب كيخصو يواظب على صلاته وعلى الذكر ديالو. وكانت هادي هي قصتي يا خويا. ندوزو لقصة واحدة أخرى. هاد الأخ هذا كيقول سميتي أنس، عندي 22 سنة، والقصة ديالي بدات ملي سافرت باش ندوز العطلة مع العائلة. المهم نهار الأول اللي وصلت حطيت حوايجي وتساريت شوية في المدينة، وحيت أنا زهري بمجرد ما دخلت ديك الدار حسيت بالوجود ديال شي حاجة زايدة. في الأول ما تسوقتش، ولكن ملي كلشي نعس ومشيت أنا للبيت فين غادي نعس مبغاش يجيني النعاس، وكنت كنحس بشي حاجة كدور حدايا. ومع العيا ديال الطريق نعست، وملي فقت فقت على واحد الصوت اللي ما عرفتش ديالاش. داكشي صدعني وما خلانيش الناس. كنفيق على صوت شي حاجه كتمشى حدايا ولا صوت ديال التقرقيب. المهم جا الصباح وصبحت مسخسخ. المهم نهار الثاني كذلك كنشوف بحال شي واحد دايز من حدايا بزربه، وملي كنتبعو ما كنلقى والو. وهادشي اللي كيوقع ليا غير زهري اللي غادي يفهمني. برطني داكشي وعرفت بلي الدار عندها مواليه. جا لي العاوتاني ونفس المشكل، الصداع والدقان ما خلانيش نعس حتى وصل الفجر. وتما كنحلم براسي جالس وسط واحد الناس في ديك الدار. نيت هضر واحد ونطق من وسطه وقال لي الناس ديال الدار كيرحبوا بيك. من مورا هادشي واحد النهار فقت وكنلقى مراه كبيره في العمر كانت داخله عليا وظهرها مقوس لابسه كلشي ابيض. هضرت معايا وقالت لي شي كلام اللي ما عقلتش عليه. داغي بانت وداغي غبرات من قدامي، وكيف ما بانت وما عرفتش منين خرجات عاوتاني غبرات وما عرفتهاش فين مشات. هادي اخويا قصه حقيقيه وكنقسم لك بالله عليها. وانا حاليا دابا كنكتب وصوت تقرقيب كنسمعو ضاير بيا. الخوت كانوا هادو هما القصص ديالنا اولا المواقف اللي وصلوني. كنتمنى اللي عنده شي قصه بحال هادي ولا موقف طرا معاه يصيفطوا ليا في انستغرام. كنطلب منكم مزيد من الدعم والتفاعل.
نتلاقاو في القصة الجاية، والسلام عليكم.